أكثر من أسبوع مضى على إغلاق معبر القرقرات والأوضاع على حالها، فمئات الشاحنات متوقفة في الجهة الموريتانية والتي تفصلها كيلومترات عن المعبر الذي يوجد في منطقة متنازع عليها في الصحراء الغربية، وهو المنفذ البري الوحيد للتبادل التجاري بين المغرب وموريتانيا. تعتبر أزمة القرقرات الحالية إحدى تجليات النزاع الصحراوي الذي لا تنفك موريتانيا يصلها من شظاياه بعض الشيء. إغلاق القرقرات أو الحدود مع المغرب لا يشكل أي أزمة بالنسبة لموريتانيا، لأنه أصلا الأزمة بالنسبة للمغرب لأنه أغلب صادرات المغرب أو كل صادرات المغرب إلى أفريقيا تمر عبر هذا المنفذ، لكن موريتانيا لديها حدود مفتوحة على السنغال وعلى مالي وعلى الجزائر وعلى أوروبا وعلى كل البلاد، وتأتيها منها الخضروات، تأتيها منها كل المواد. إغلاق على محدودية وقعه حسب مراقبين بات تأثيره واضحا على السوق المحلية التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق لأسعار الخضروات وأغلب المواد الاستهلاكية التي كان هذا المعبر أهم بوابة لها بين البلدين. طيق الضائع أنا من ياسم الضائع. عادي نجيبون على البضاعة المحلية، البضاعة المحلية تنباع بسعر زايد. ما كيف تصير البضاعة الأخرى. وطالبين الدولة وطالبين ذا كامل عادوا مولي عادلوا حل في ذا والله عدلوا في وسط. والبضاعة قلات بشكل لا يطاق. عاد هون ما قد مستهلك بعض ما عنده حول لا قوة قد يستهلك. الضرر احنا اللي نسدوه ونستفادوا منه. نغيروا نحواش على ان مثلا نتوجهوا للزراعة ونعدلوها، ما نعرفوا من يحيى من يموت، مثلا قدا الى انقطعت رواه الينا خلاو ونحن الارض عندنا وعندنا الماء، معناته على اشغالنا. دعوات اطلقها تجار وناشطون لايجاد بدائل في ارضهم تنجي الموريتانيين من هذا النوع من الأوضاع التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين. رغم تعدد حدودها البرية مع بلدان أخرى، لم تكن أزمة إغلاق معبر القرقرات بالسهلة على الموريتانيين، ما يطرح تساؤلات حول المسار الذي قد تأخذه في قابل الأيام. طيب الغوث، الحرة، نواكشوط.